حياكم الله مشاهدينا، عودة لكم من جديد. نستكمل فقرات مساء الخير يا كويت ومحطة حوارية جديدة راح تجمعنا مع السيد نايف الشرهان، وهو المنسق الإعلامي لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية. حياك الله أستاذ نايف، مساك الله بالخير. يا مرحبا، مساك الله بالنور، يا أهلا وسهلا. بداية إن شاء الله راح نستكمل حوارنا واستكمل حواري معاك وابتدي لك من بعد مشاهدة هذا التقرير. بعد مشاهدة هذا التقرير أجدد التحية لك أستاذ نايف، وبدايتنا ودنا نتكلم وناخذ نبذة تعريفية عن هذا الاتحاد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أشكر لكم هذه الاستضافة ونمسي على الجميع بالخير وعلى جميع أهلنا بالكويت بالخير. بالنسبة للاتحاد، الاتحاد طبعا هو كيان رسمي مشهر من وزارة الشؤون. الاتحاد يعني رؤيته الأولى وهي الارتقاء بالمؤسسات العمل الخيري، ويعني رفعهم إلى أعلى معايير مستوى الجودة. الاتحاد طبعا يدار من قبل مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، على رأسهم العم خالد العيسى صالح، يعني نمسي عليه بالخير، وهو رجل طبعا قيادي معروف ووزير أسبق، ورجل ما شاء الله له خبرة كبيرة في مجال القيادة والإدارة والعمل الخيري. كذلك الاتحاد يعني يضم 57 مؤسسة من مؤسسات العمل الخيري الكويتي تكون تحت مظلة الاتحاد. تحت مظلة الاتحاد موجودين. جميل. من ضمن أعضاء الاتحاد. نعم. ما بين مبرات وما بين جمعيات خيرية. نعم. للأمانة يعني عمل الاتحاد جدا جميل، يجمع المؤسسات، ينسق فيما بينهم، يحقق فيما بينهم التكامل، يحقق فيما بينهم التنسيق والتعاون. هذا يعني في اختصار عن الاتحاد. اختصر هذا أهداف هذا الاتحاد اللي أنشئ من أجله. الاتحاد طبعا بلا شك أنه له رؤية وله رسالة وله أهداف. احنا تكلمنا في البداية وما شاء الله حتى التقرير كان يعني نعم. فيه تفصيل جيد لا بأس فيه. تكلم عن مثلا رؤية الاتحاد، لما نتكلم عن رؤية الاتحاد نقول أنه هو مثلا الارتقاء بمؤسسات العمل الخيري. نعم. لما نتكلم عن أهداف الاتحاد، أهداف الاتحاد يعني بلا شك أنه تنظيم العمل الخيري بالكويت وإيجاد آلية جيدة للعمل الخيري، تحقق تكامل فيما بينهم، تحقق التنسيق فيما بينهم. يعني تعرف ما شاء الله الشعب الكويتي ما شاء الله شعب يعني محب للعمل الخيري، وجبلنا على هذا من قديم الزمان ما شاء الله. ولذلك الآن في ظل يعني تزايد أعداد المؤسسات الخيرية في الكويت والمبررات الخيرية في الكويت، صحيح، كان هناك يعني دور الاتحاد دور مهم بأن يجمع هذه المؤسسات وينسق فيما بينهم، يحاول أن يجد آلية جيدة، يحاول أن ينشر الوعي في المجتمع الكويتي، الوعي الخيري في المجتمع الكويتي. من أهداف الاتحاد أيضا يعني تمثيل هذه المؤسسات يعني أمام الجهات الحكومية، سواء كانت محلية، سواء كانت عالمية، سواء كانت عربية، يمثل هذه الجهات. أيضا من أهداف الاتحاد حماية هذه المؤسسات والدفاع عن هذه المؤسسات وحماية العمل الخيري في الكويت وخارج الكويت. ذكرنا يعني نشر الوعي في المجتمع. أيضا من أهداف الاتحاد رفع كفاءة العمل في المؤسسات الخيرية الكويتية. جميل. يمكن ذكرنا عدد المؤسسات. نعم. والمبارات الخيرية. نعم. لكن هل العدد مفتوح؟ هو العدد مفتوح إن شاء الله، وفي تزايد يعني ما شاء الله. الآن احنا نتكلم، لما نتكلم عن الاتحاد عمره الآن تقريبا سنتين إلى 3 سنوات، من 2017 تقريبا. صحيح. من سنتين إلى 3 سنوات وفي بداية الاتحاد، وإن شاء الله الآن يعني هذا المؤتمر الأول اللي احنا مقبلين عليه نتكلم عنه بعد شوي. ويعني بالعكس المجال مفتوح، واحنا ندعو الجميع يعني الانتماء الى الاتحاد والتسجيل في عضوية الاتحاد. نعم. بلا شك. جميل. اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية بصدد إقامة مؤتمر سيد نايف السنوي الأول اللي هو الاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية. لو نتكلم عن هذا المؤتمر وشنو راح يكون في هذا المؤتمر. المؤتمر طبعا هو مثل ما ذكرت انه هو المؤتمر الأول. نعم. المؤتمر في ظل تزايد عدد المبرات والجمعيات الخيرية يعني كان يعني لزاما ان يكون هناك هذا المؤتمر.
المؤتمر راح يتكلم عن موضوع يعني محدد يهم يعني المؤسسات العمل الخيري ويعني يساهم في تطوير يعني هذه المؤسسات ويحقق من أهداف الاتحاد وأهداف المؤتمر كذلك. المؤتمر يعني لما نتكلم عن المؤتمر راح يتكلم عن موضوع التسويق. التسويق طبعا راح يكون أكثر من محور في هذا المؤتمر. طبعا المؤتمر راح يكون برعاية وزير الشؤون السيد سعد إبراهيم الخراز، راح يكون في تاريخ إن شاء الله 22 أكتوبر يوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات في غرفة التجارة والصناعة، وإحنا نقدم لهم يعني الشكر ونمسي عليهم بالخير جميع أعضاء يعني غرفة التجارة والصناعة على تسهيل لهم يعني هذه تقديم هذه الخدمات وتسهيل هذه الأمور لنا، يعني هذا دل على وعيهم وحبهم ودعمهم للعمل الخيري. المؤتمر إن شاء الله يكون في يوم واحد إن شاء الله، في يوم واحد راح تجتمع المؤسسات العمل الخيري جميعها إن شاء الله جميعها. إحنا طبعا وجهت الدعوة للجميع، وجهنا الدعوة للجميع، نعم. وما زالت الدعوات يعني تتوجه للمعنيين. راح يتكلم عن راح تكون هناك محاور، نعم. راح يشاركون فيه مجموعة من الدكاترة والمشايخ والأساتذة الفضلاء، يعني هذا بما يتعلق في المؤتمر. نعم جميل، لأن البعض يتساءل السبب من إقامة هذا المؤتمر، يعني ممكن في وسائل أخرى تكون واصلة الرسائل للمؤسسات والمبادرات الخيرية، لكن هل في هناك أسباب واضحة وصريحة لإقامة نفس هذا المؤتمر؟ بلا شك، إحنا يعني هدفنا الأول في هذا المؤتمر أن نجمع المؤسسات العمل الخيري، نعم. لتبادل الخبرات. إحنا لما نتكلم عن التسويق، التسويق الآن يعني إحنا في ظل التطور، في ظل القفزة يعني الإعلامية، نعم. والمعلوماتية والطفرة الإعلامية كما يقولون. في فعاليات أستاذ نايف مصاحبة لهذا المؤتمر راح تكون؟ المؤتمر راح يكون يعني عبارة عن شقين، افتتاح وتكريم، نعم. لبعض الشخصيات، وراح يكون طبعا محاضرات وندوات وتقديم نماذج متميزة في التسويق. راح يكون هناك عرض لبعض، نعم. الإنجازات لبعض المؤسسات الخيرية الكويتية. جميل. راح يكون هناك يعني كما يقول لقاءات مصاحبة لهذا المؤتمر. نعم إن شاء الله موفقين في هذا المؤتمر بإذن الله، كون المؤتمر الأول اللي يقيمونه. ونذكر بأنه راح يكون في 22 من هذا الشهر إن شاء الله 22 أكتوبر يوم الثلاثاء إن شاء الله في قاعة المؤتمرات في غرفة التجارة والصناعة إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ نايف الشرهان منسق الإعلامي لاتحاد الجمعيات والمبادرات الخيرية، شكرا جزيلا على وجودك. الله يحفظكم، جزاكم الله خير، مشكورين على هذه الاستضافة. شكرا لك، وأكيد الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. بكذي وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من مساء الخير يا كويت، إن شاء الله تكونون استمتعتوا، على أمل أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع القادم بإذن الله. نترككم بحفظ الله ورعايته ونقول لكم إلى اللقاء.